موازنة العراق تعدل موازنة مصر والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، ونفوسهم أكثر من 100 مليون، ومستوى المعيشة في هذه البلدان أفضل من مستوى المعيشة بالعراق. أين الحلقة المفقودة؟ الفساد. إرادنا ثقافة إصلاح. تحول الفساد إلى ثقافة. أصبح الموظف عندما يراجعه المواطن يطلب علنا دون أن يستحي. إذا كان سابقا يأخذ من تحت الطاولة، الآن بدأ يمد يده بشكل علني وصريح. يتفننون في الفساد.